دول بيمثلون احنا، يبقى لازم شخصيتكم متفاهمه. ان انت راح تناقش، مش رايح ناقش شامل زي ده. يعني واحد من ضمن المرشحين اللي سبتهم تناقش معايا هنا في الحته دي، فبقول له مين حضرتك؟ قال انا فلان فلان المرشح. طب ايه اهدافك؟ قال انا اللي مدخل الغاز الطبيعي. قلت له انت انا دافع 1700 جنيه وصل للغاز. قلت له الغاز ده حقه مكتسب، انا بدفع حقه. انا افتكر انت قلت لي سنيت قانون، حطيت برنامج، جيت مسكت حمله النظافه وقلت لهم نعمل كذا وكذا 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 وكذا. قول ما عملتش حاجه زي كده وانت ما خدمتش. انا حاليا رئيس قسم الاقتصاد اداره كرداسه. قال يقول لك مش دخلت لك ابنك المدرسه؟ منزل مدرسه حكومه مش بمن مني. انت بتدفع مصاريف 65 جنيه تاخد وسط ابنك دخل المدرسه، صح ولا صح؟ او خاصه بتدفع ده. ما علينا، دافع ولا مش دافع؟ مش ده حق المواطنه؟ يبقى ما نقوليش ده حق النائب. النائب يجي يقول انا سافرت شارع، هو انا احمل لك الضريبه؟ ده السفلته دي ميزانيه الدوله، المحافظه دي واخده ميزانيه كذا للصرف الصحي وكذا للاسفلت وكذا. ده عندنا المفروض بقى ده الوعي بقى اللي انتوا بتعملوه، توعي الناس ايه حقوقك وايه واجباتك. الراجل اللي عمل كذا ما عملش، ده ميزانيه محافظه بتتكسر.